وإلى الراية الكويتية، 20,000 دينار غرامة والسجن 6 أشهر لمربي الحيوانات المفترسة. تقدم أعضاء في مجلس الأمة باقتراح بقانون بشأن تجريم تحديدا اقتناء أو بيع أو شراء أو الإعلان بخصوص الحيوانات المفترسة. ونصت المادة الأولى من القانون على اعتبار اقتناء أو بيع أو شراء أو أي تعامل آخر بخصوص الحيوانات المفترسة بين الأفراد جريمة يعاقب عليها القانون.